يقول سبحانه فيما رواه عنه نبيه عليه الصلاة والسلام، يقول جل وعلا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزيه. ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. هذا يدل على أن الله جل وعلا اختص هذه العبادة بنفسه، لأنها سر بين العبد وبين ربه. الصلاة يراها الناس، الحج يراه الناس، الزكاة يراها الناس، التشهادتان يسمعها الناس، هكذا الجهاد، هكذا المعاملات. أما الصوم هو سر بين العبد وبين ربه، نية لترك الطعام والشراب والجماع، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. فالله جل وعلا اختصه لنفسه وقال: إلا الصوم فإنه لي، يعني عبادة خاصة ليس فيها ما يدعو إلى الرياء، لأنها سر بالعبد وبربه. وإن كان قد يتحدث بها مرائيا، لكن الأصل أنها لا نصيب للرياء فيها، لأنها سر بين العبد وربه، لأنها مجرد ترك أكل شرب جماع يبتغي ما عند الله، يريد ثواب الله والدار الآخرة. فاختص الله عمله بهذا الفضل، قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه، وجعل ثوابه وجزاءه غير محدد، بل إلى الله جل وعلا يجازيه بما يشاء من مضاعفة مضاعفة الأجور. وفي الصوم فوائد عظيمة، منها تذكر العبد ربه وإخلاصه له وإقباله عليه بهذه العبادة، فيكسر ذلك نفسه ويجعله خاضعا دليلا مقبلا على الله، خائفا منه راجيا له، لكونه تقرب إليه بأمان خاصة لا يعلمها سواه بهذه النية، فينكسر لله ويدل لله ويعظم حرمات الله، يرجو ثوابه ويخشى عقابه. ومعلوم ما في الانكسار لله وتذلل لله من البعد عن المحارم والإقبال على الطاعات والفضائل. فإن النفوس في الغالب متى شربت وأكلت وأعطيت حقها حاجاتها أصابها الأشر والبطر والتكبر، فالصوم يكسر النفس ويذلها ويعرفها بحاجتها وأنها ضعيفة شجرة الطعام والشراب. فهذا الترك الذي بين الفجر وبين الليل يعرف العبد بنفسه وضعفه، وأنه بحاجة إلى هذه المادة من الأكل والشرب حتى تعيش هذه النفس. فالله يذكره بحاجته ويذكره بضعفه، فيحصل له هذا انكسار وذل بين يدي الله وتواضع ورغبة بما عند الله ورهبة بما عند سبحانه وتعالى. ومن ذلك أنه يتذكر بحاجته إلى الطعام والشراب أيام الصوم، يتذكر حاجة إخوانه الفقراء الذين يحتاجون إلى الطعام والشراب دائما، ويحتاجون إلى ما يساعدهم في بين جميع شؤونهم، فيرحمهم ويعطف عليهم ويتصدق، فإنه عرف حاجته لما حيل بينه وبين الطعام والشراب، عرف الحاجة إلى هذه المادة معرفة أكثر. هذا يوجب له أيضا أن يتذكر حاجة المحرومين الفقراء الذين ليس عندهم ما يحتاجون إليه من الطعام والشراب والنكاح، فيدعوه ذلك إلى الرحمة والعطف والإحسان والجود والكرم. ومن ذلك أيضا أن الله جل وعلا يعرف العبد حاجاته التي تدل على أنه ضعيف مسكين، فينكسر لله ويذل ويجتهد في طاعته سبحانه والتقرب إليه والبعد عن معصيته. فإذا كان هذا الفضل في ترك هذه الأمور المباحة في وقت مخصوص تقرب إلى الله، دل ذلك على أنه يجب عليه وأن يحذر المحرمات الأخرى التي حرم الله عليه في جميع الزمان من الزنا والسرقة والظلم للناس، شرب المسكرات، تعاطي الربا إلى غير هذا. إذا عرف أن الله جل وعلا قد أحب منه ترك هذه
الأشياء التي حرمها عليه الصوم فهو كذلك سبحانه يحب منه أن يدع ما حرم الله عليه دائما وأن يحذره في جميع الأوقات وجميع الزمان والمكان، يرجو ثواب ربه ويخشى عقابه. وهذا هو الواجب على العبد، الواجب على العبد أن يكون مع ربه منقادا لأمره، حيث أمره يأتمر حيث نهاه ينتهي، ليس مع نفسه بل مع ربه في الامتثال للطاعات وفي الحذر من السيئات وفي الوقوف عند الحدود، يرجو ثوابه ويخشى عقابه. هكذا يجب على العبد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالعبد ملك لله، يجب أن يخضع لهذه العبودية ويؤدي حقها. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم.